هالدنيا فوضى وهلأ بدي اطلع حكاية هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي فوضى هالدنيا فوضى وهلأ بدي اطلع حكاية هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي بدنا نحكي عن الهموم مين الظالم والمظلوم ونسمعكن غناية ونسمعكن غناية عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت هالفوضى شو فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً وفلان بدنا نحكي بأعلى صوت هالفوضى شو فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً مرحبا اهلا شلونكم والله بكيتونا صار لي ساعه واقف عم بكتب انا الطلبات والطلبات شو طلبات صاروا جاهزين طلباتكم لك قلت لنا جاهزين طلبات يا استاذ هذا المسرح لازم بده طلبات لانه هذا الطلب عشان تعطيه للمخرج ايه هات لي 500 ليره يلا شو طلب استاذ 500 ورا يعني عشان مرق لك اياها شو تمرق الطلب مو كله تمريق مو كله تمريق القصه ب 500 يا استاذ هذا مسرح مو دائره حكوميه هو كل الحياة دائرة حكومية أو إيه صحيح نفس الشيء كله بنفذ على شيء أستاذ أستاذ أنا عندي طلبين ها عندي طلبين تفضل الطلب الأول بدنا ملابس يا أستاذ مو معقولة مو معقولة عم نشتري ثياب حسابنا كل الوقت يعني أنتوا لازم أنتوا ممولين للعمل أنتوا لازم تشترون ملابس نحن مهتمين يا حصلتي على قلبي صحيح أنت اختار طلباتك على رواقية اسمعي لقلك الطلب الثاني تفضل بتوصله للمخرج أنت أستاذ أنت ايه. لو سمحت يعني تقول له يشيل لنا إياك
لانه هلكتنا. نقول له شلنا اياك. شلنا اياك انت. اوكي هذا الطلب، معك 500 ليره؟ لا والله. روح نقلع لهن كلها. هذا الك. العو استوز العو. استاذ هذا الطلب. روح ليه روح روح روح. ما بدي. روح بطل. لحظة لحظة لنظبط الطلبات بالترتيب، مين دفع أول واحد؟ مين أعطاني الطلب أول واحد؟ أنا أعطيته أستاذ. هذا طلب القيمة. شو بده؟ أعطيته طلب للأستاذ؟ أنت ما عندك طلبه؟ هذا طلبي. هذا طلبي. إيه. طالب القرد منك. هذا طلبي. طيب أيوه هذا طلبي، خلص. هذا طلبي. في 500 ليرة؟ لا. والله كلكم شحادين. هذا طلبي أستاذ. كل شيء بيشتغل بالمسرح ايه. مش حد شايف مين لسه في معه طلبات. انا اول طلب استاذ. انا معي طلب. معك طلب؟ تعال. اي معي طلب. هات طلبك. وينه؟ لف لعندي على الحاره الثانيه. استاذ لحظه شوي، ما بيصير يعني اذا معك طلب تاخذ طلب ثاني. شو شوفير تاكسي انت؟ هو لانه هلا بقول لك شغله، مو زحمه عم بيصير بالبلد. ايه؟ السرافيس بعد الساعه 7 ممنوع تطلع. ليش ممنوع استاذ؟ هن ما بدهم يشتغلوا. لك يا حبيبي هلا الميكروباص لما بتنزل ثلاث ركاب وطلع ثلاث ركاب كمان ما بيكون محل. بس اذا عبى مازوت، بس اذا كان عم بيعبي بنزين واختلط زيت كاز بالزيت انه بصير يشحر من ورا، بيجي الشرطي بيخالفه انه عم يدخن. استاذ استاذ هلا خليه هات، كان عم يدخن. هات استاذ كان عم يدخن. انت عم تدخن؟ لا كان عم يدخن. ما بحب الدخان. لك سنه رش صفر عم يدخن كان. لحظه شوي خلينا نحكي كلمتين يا حبيبي. هلا اي مواطن هلا معه سياره عم يضطر يطلع ركاب على 100 150 ليره مشان يجيب حق الخبزات بالبيت. حق الخبزات ما في. ليش الزحمه؟ لانه زحمه على الفرن. عشق على الفرن. اي فرن؟ وين طلبك انت؟ طلبي شو؟ وين طلبي؟ طلبي طلبات طلبات طلبي ما معه طلبات. لا استاذ ليك وليك. استاذ انا معي طلب. معك طلب تفضل. استاذ طلبي اول شيء لو سمحت. تفضل. الدور القصه هو حسب الطول. وقفوا حسب الطول. ايوه يلا روح. هل يقدم طلب يروح؟ هل يقدم طلب يروح؟ يا محمد ما بدي له شغله العمى اخذ له البلاطه. الله حيو ابحده. اخذ لك الوردات. هذا اندومي. مين اخذ لك الوردات؟ ليش اخذت له الوردات؟ اندومي. قالت ما قالت سباكيتي. سباكيتي اخذت الوردات. لا اندومي. لا هو الاندومي. يو استاذ ما بيصير نقول اندومي، هذا سبونسر بيصير. هلا هلا هذا معكرونه. ايه بيقصوها بالمونتاج. هي بالرقابي بيشيلوها لانه هيدي عادي. هلا شو في يا شباب؟ لحظه لحظه يا استاذ. الله يرضى عليك. خليك على الدور. على الدور روح واقف ورا. اعطيني طلبك الوالد تبعك بس لانه صوتك حلو. واستوز هذا طلبي. يلا على البيت. بدي اياك. يلا السلام عليكم. على انفيرود. يا ريت بدي اياك على انفيرود. ايه بس استاذ بس انا اعطيتك طلبي بس ما اعطيتك 500 ليره. ايه ما في مشكله. انا طلبك منه 13. هذا اوكي يلا روح. ما في 500. يا ريت والله. هاي 2000 منيح. خلاص انت مشروع ممثل. خلاص هذا نجم. هذا نجم. هذا بيدفع مشان يمثل. ما انت طلب. انا والله استاذ نحن بطلنا. اعطيني القلب تبعي. بطلنا. اسلوه على ابو لهذا. لا 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 ما اسلوه على ابو لهذا. روح روح غني. روح معكرونه. قال معكرونه. ايه استاذ استوز تفضل. فعلا انا كمان معي طلبات كثير. شو في كمان معك؟ لك هيئه واحد. اول طلب بدنا صابون. بدنا صابون. ايه بدنا سائل جلي. ايوه استوز بالبوفيه مع الصفه. لا سكر ولا شوي. حلو. ليش وائل ما عم يجي؟ لا والله يا استوز. ايه. او لازم تشربوا فنجان قهوه بس باليوم. حلو. استوز هذا الطلب التالي. ايه. لانه مصطومين لسياقات. نعم. غيره. بدكم تجيبوا لنا الصاروخ هذا اللي بيفتح لسياقات. يا عيني. عصيرة الصاروخ صحيح. احكي لنا استاذ الصاروخ، انت شو صار معك بالصاروخ؟ وانت طلبت الصاروخ وطافت الخيمه عندك بالبيت؟ ما عرفت القصه. ما عرفت. ادعوا ادعوا ادعوا. تفضلوا تفضلوا. شو القصه؟ كنا بزماننا قاعدين جايبين صحن فول. حلو. هذا الفول بالزيت. بالزيت ولا بالسمنه؟ لا بالزيت. بالزيت. هي نكته استاذ. والله نكته. بضحك. حكى لي اياها بزمانه. وهذا الطويل اللي اعطاك 2000 اللي رحت لعنده على البيت اخذت منه جاكيت. هذا زميلنا عصام. ايه اللي ساكن ابو رماني. فنحن حطينا صحن السمنه مرق واحد. حلو. عم بيقول شباب في زيت نازل بالمؤسسه رخيص. رحنا على المؤسسه. ايوه. هلا وانا رايح على الطريق. ايه. شفت واحد. حلو. قال لي لا مو بهي المؤسسه، بهي المؤسسه. ايه. رحنا لهني. لهي ايه. قمنا رجعنا هي. ايه. رحنا ورجعنا. رحنا رجلي وجعوني. فتنا على الجنينه عم نركض هيك مشان نساوي شوي تمارين صباحيه. ايه. بذكر ايه والله. لما طلع عرفت كيف؟ نزل الثاني بالجورة. يعني قولا واحدا انا ما عاد شفت الا ثلاثه عم بضلوا. عمود الكهرباء واشاره المرور. بدك تخني؟ وانو زيت؟ وين المؤسسه؟ وين اللي رحتوا عليها؟ انا مؤسسه استاذ. لك هي اللي رحتوا من هون؟ انا لا مو هون، هون كانت طيب هي المؤسسة اللي رحتوا لها. ايه هي ليك شايفها؟ ايه شايفها. شايفها طبعا. شايفها طبعا. يا سيدي كذاب ما في شيء هون. انت عم تأشر من هون. انا مو انا. انا انت انا اللي. ايه والفولات وينها؟ شو بدنا نحكي نسيت؟ ماشي بس انت روح روح مشان ما يطلعك الاستاذ. لا لا روح الطلبات. يا ما يا استاذ تعالوا لكم شغلة كبيرة. يا شغلة كبيرة. شو في كبيرة؟ لا يعني في شو في هدول كبيرة عمرها شي 70 سنة. الطلبات 90 سنة 200 سنة.
هو استوز نعم. نحن هدول الطلبات لازم نقدمهم للمسؤولين. المسؤولين شو عشان يجيبونا اياهم الاغراض هدول والتزامات مسرح والشقه. لا 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 تشقوا استوز. يو استوز لا تشقوا اخي. مين راح يرد عمين تقدم طلبات؟ خلص استاذ عايزك كلمتين يا استوز. بنقدم الطلب من هون. لحظه بينام بالدرج. كمل القصه تبعها هدول. شو قل لي؟ هذا الطلب لي انا يعني يا ريت تمرق لنا يا استاذ بسرعه. شو هي رشوة يا استاذ؟ لا هدي يا سعود. عم تقول شيء؟ طوابع يا عيب. الشو طوابع كلها طوابع. طوابع هي خلاص طلبات مجرد طوابع. تمام طوابع. نو لكن نو تمام طوابع. انا بدي احط طوابع مشان اخذ له اياها. تمام طلب معقوله؟ وينكم؟ لكم شغله اللي فعلا في مشكله. شو هي؟ انه نحن بس نقدم طلبات ونشكي همنا إيه؟ المسؤولين ما بيسمعوا كلامنا. ليش؟ ما بعرف. تعرف انت ليه؟ انت بتعرف ليش؟ شو؟ لانه هذا المسؤول على قد ما بتجي السعلي يا زهال. سعلي بيسعد. ايه اول سعلي. نعم. بتروح من الحاره الثانيه. ايه لا يبيع العوام. عرفت لما شفنا. لا خلينا مع المسؤول يا اخي. انا مسؤول يستر على اختك. خلينا اخي ما عاد بدنا خود دول لك كمان بس ضبطنا الامور يا زهير. يعني انا كمان ما مصدق امتى يجي اول الشهر مشان نتجوز. هانك تقبر قلبي. هانك تقبرني. كل جوازتنا تعركست من ورا هالمسؤوله اللي جايه على هالضيعه وكل اهل الضيعه مشغولين. ايش بيعرفني لك تقبرني؟ انا ما فهمت شو دخل جوازتنا بهذا. لما تقول اللي ضايع اللي جاي عندنا على الضيعه شو دخل لك؟ ما سمعتي المختار شو عم بيحكي؟ لا والله عم بيقول كل اهل الضيعه مشغولين بهالمسؤوله اللي جايه على الضيعه وما حدا فاضينا. وقال الضيعة بدها تصير 20 جون. 10؟ 10 10 يقبرني الله. يعني هيك حتصير ضيعتنا حلوة وفيها زهور وحدائق ونتمشى ونصيب بجنينة انا وياه. ايه بصير نتمشى بجنينة. وما سمعتي كمان شو قال المختار؟ والله المختار عم بيشتغل شغل عجبة. رح تزبط المي وتزبط الكهرباء وتزبط الشوارع وتزبط الإنارة بالشوارع. إنارة؟ ايه لكن بده يصير في عنا إنارة بالشوارع. يقبرني الله. يقبرني الله. عن جد حبيبي تقبرني. انا تاخرت عم بدي اروح لانه امي هلا عم يفور قلب علي. حبيبتي والله لسه بكير. والله كمان نحن مكتوب كتابنا ولو. عن جد تقبرني والله. بعرف انه مكتوب كتابنا بس حبيبي انا قلت لامي بدي اروح ساعة وانا صار لي ساعتين. فامي بتعرف عقلية اهلي والله صعبة تقبرني. الله يعيني حبيبتي حماي. شو قصدك؟ سلامتك. شو قصدك؟ سلامتك. تفضلي. اي بتفضل. سامعك اخري على الماما. شو يا سعدو؟ ايه شغله. انا مختار. شو كله نظفناه يا مختار وليك هي عملت له قربه جديده خططتها انا بالبيت على ايدي. كتبت عليها ساحه الضيعه. مو احلى من الضيعه؟ مليح. ايه شو 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 وين الشباب؟ لك اشوفك يا مختار. سعدو بده يجي المسؤول. ايه المسؤول. هو المسؤول اللي جاي على الضيعه لعنا. جهزت لي الخطاب. ايه جهزت لك الخطاب. شو 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 بدي وين هات شو اقرا. قرأوا أبو غني بحركة شاشة. إيه يلا قول أهلا وسهلا بكم. لك شو يا مختار هيك بدك تحكي؟ مش هلا يا مختار اسمع شو رأيك نلاقي لنا الشاب هيك من الضيعة حلو هو يرحب بالمسؤول؟ ها
ما بصير يا مختار. يا مختار انت يا مختار عندك مشكله انه مختار انت مرضون وتعبون عندك، يعني اذا بتقول له اهلا وسهلا بكم للمسؤول بيكون راح المسؤول وصار بالبيت وانت لسه ما عم بتقول له اهلا وسهلا. لا 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 انت بتحكي وانا بحرك. لا 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 اه ايه فهمت عليك. لا مختار لا 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 يعني ايه مثل مسلسلات هذول الترك هذول ايه مسلسلات الدبلوج. ايه يلا قول له اهلا وسهلا بكم. فرجيني بس شلون مختار طلعت معك. بس شوف انا احساس انه انا مسؤول وانت انا مخ انا المسؤول. هلا شلون واقف المسؤول هيك هيك موقف المسؤول. قول مشان يلا احساس انه انا المسؤول. يلا اهلا وسهلا بكم. ميحة حلوة. شرفتونا زيارتكم هذه إلى ساحة الضيعة ونرجو من حضرتكم. شو ميحة أوكي ميحة ميحة لا 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 مرحبا يا مختار. اسمعوا بدي اجي بكره المسؤول. المسؤول بكره جاي ولا اليوم؟ المسؤول بكره جاي. عم بيقول المختار انه كل واحد شو في عنده طلب يحكيه هلا مشان هو المختار يقدمه للمسؤول. ما حلو كلياتنا نعطيه طلبات للمسؤول. الله يخلينا المختار يا رب على طول. تفضل يا جدعان. شو طلبات مختار؟ جدعان عنده وينه جدعان؟ ليكم انا جدعان يا مختار. مين جدعان؟ انا جدعان يا مختار. لو سمحت خلوا للمختار انه نحن من 20 سنة ما كان يجي لعنا ولا مسؤول ونسايين هاي الضيعة. شو برأيه يعني نحن حيحلوا لنا اياها؟ ايه نحن من 20 مسؤول ولا سنة كان يجي لعنا الضيعة. الضيعة من 20 سنة ما كان يجي مسؤول على هاي الضيعة. من 20 سنة ما كان يجي لعنا على الضيعة مسؤول. انا بس لا 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 ما هو بيسمع انا بس نسيت المختار. صح بدك تكتبهم كتابي. هلا لا عبي لك المختار اكتب كل شيء بدك اياه ونحن بنعطيه للمختار والمختار بيعطيه للمسؤول. ايوه طيب انتم متاكدين رح يجي المسؤول؟ لا 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 قاعد اقول لك انا 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 مرحبا يا مختار. لا 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 خير وانت شو بدك يا مختار؟ سمعت انه عم تقدموا طلبات مش هيك؟ في عندي طلب يا مختار. خير عبي لك المختار. خير خير يا مختار. انا في عندي مشكله. مشكلتي يا مختار العنزه تبعيتي صبحيه صار لها سنتين ما خلفت مع انه كل شوي بتشوفها معتيس شكل. تتيوس العنزه. عبيلكم المختار اللي تتيوس عنا بالضيعه. ايه يا مختار ما اختلفنا يا مختار بس انا بدي طالب بدكتور بيطري يا مختار. سجلي طلبك مشان يجي ينفذولنا دكتور بيطري على الضيعه تبعنا. خلاص سجلي طلبك ويوم بس يجي المسؤول بتعطيه للمختار والمختار بيعطيه للمسؤول والمسؤول بيأمن لنا طلباتنا. فيك تقول له انه الزريبي عندي قايمه قاعده؟ لك شو دخل من الزريبي المسؤول؟ شو دخل المسؤول جاي ياخذ منا طلباتنا ويشوف شو مشاكلنا ويحل لنا مشاكل الضيعه تبعنا؟ المسؤول ما له علاقه بالزريبي تبعك. خلص يا خي يا خي خلص خلص زد لي طلبي انه بدي حدا يظبط لي الزريبي. لا 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 يعني روحي. طلب واحد كل واحد طلب واحد. يا مختار اسمع طلبي يا مختار فهمني نحن المشكلة على البيت ما عم تجي المي شو نعمل؟ سردين تراب. خلاص يعني لك المختار تراب بتراب يعني خسر ايديك بتراب. انا المسؤول يا مختار ما بصير هذا الحل يعني لازم المي كمان يحلوا لمشكلته. ايه وبدنا يزفتونا الطرقات يا مختار. ومشان المدرسة يا مختار المدرسة عم نشتري قرطاسية ومنشتري كتب للولاد على حسابنا. لا لا تليفون تليفون ما 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 المسؤول تليفون من المدينة من المدينة. ألو
ايوه لا لا ما 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 بحكي ولا كلمه انتوا وصلتوني ما احكي ولا كلمه اي بكره يلا 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 بكره يلا 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 مسؤول مع المسؤول بانتظار السيد المسؤول نحن يا اهلين سلامات سلامات عميلكم بكره الساعه 12 بوصل المسؤول من المدينه شو لازم نساوي نحن يا جماعه بس نستعمله ونسرقه خلينا نوقف معكم يا مختار كل 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 الضيعه كل الضيعه خبروها انه هون يلا روحوا عبيكم كل واحد يقدم طلبه بكره بيعطينا المختار قبل بزياره المسؤول وابن الصاعق فهماني ولا لا ايه زينو منين عن ما عندنا زينه يا مختار تفضل خي ابو حسن شرف لنروح ندبر شويه زينه تفضل كم طلب يا مختار طلب واحد عندي زينه بالبيت ايه وانا كمان وانت انا بدي ضل قاعد هون بالساحه مشان ما حدا ينظفها مين ما حدا بده ينظفها لانه اذا نظفوها للساحه ما شو اسمه روح يعني بدك شيء مختار ولي منيح ما حدا سمعني عم بحكي لانه وصوني ما بتحكي ولا كلمه هذا بيسترجي يحكي يلا نروح شو ما اجى المسؤول كل عالفهم ستين رح يجي المسؤول من 20 سنة هالضيعة ما فات مسؤول ولا رح يجي بحياته شلون ما فات مسؤول؟ ما عنا المختار مسؤول كمان يا دامي حتى المختار صاير مسؤول وتأخر كمان ما رح يجي باين عليك يا ويلي يا ويلي راحت الزريبي قلتلكم مش رح يجي ما بتصدقوني قلتلكم يعني ما اجى المس هيك لا والله والله مشكلة إذا ما اجى الطلبات كلها ما فيه يعني طلبات ما بتأمننا طلباتنا لا طلبات صارت الساعة واحدة تأخروا يمكن هدول المسائل بيتأخروا ها اجا المختار اجا المختار يا مختار وينك يا مختار مو قلت لنا الساعة 10 لازم نكون هون نحضر حالنا اه كان عنده شغل المختار كان عم يظبط حاله تحمام وش اسمه منين جبت مي مختار؟ اه جاب لك بدون مي؟ ايه يا مختار يعني بده يجي المسؤول ولا ما رح يجي؟ صرنا من الصبح عم نستنى يا رجل يا مختار يا مختار شو وصل المسؤول وصل المسؤول شو وصل المسؤول يا مختار يلا وصل المسؤول وصل المسؤول وصل المسؤول مين هو هذا المسؤول واهلا وسهلا المسؤول اهلا وسهلا المسؤول يا مرحبا المسؤول اهلا وسهلا المسؤول يا مرحبا المسؤول فؤاد مرني معلم وين الشعب؟ ليكو على يمينك معلم هذا هو الشعب؟ هذا هو شو هالشعب المشرشح هاد؟ فؤاد مرني بس ارجع على المكتب ذكرني طلع قرار مشان نغير هالشعب وجيب شعب جديد يليق بمسؤول مثلي حاضر معلم فهمت؟ حاضر معلم اهلا وسهلا بالمسؤول يا مرحبا بالمسؤول اهلا وسهلا هلا اذا الشاب ما اجى لعندك تعال عنده رح نضطر بس ننزل لعند الشاب بس قدام الكاميرات وين المصور صور تصوير في تصوير تلفزيون يا حبيبات قلبي اهلا اهلا شلونك شو اخبارك اهلا اهلا عمو اهلا اهلا حبيبي شلونك؟ المسؤول الحمد لله كيف الأولاد؟ أنا الحمد لله والأولاد بيسلموا عليك الحمد لله الحمد لله ناقصك شيء؟ الكهرباء المي في لي طلب بس ياك يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي أهلا 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 الله يعطيك العافية يا حبيبات قلبي ما شاء الله ما شاء الله عم بشعر بالسعادة عم بشعر بالعنفوان حلو المسؤول صلى ما شاء الله حلو المسؤول ما شاء الله أهلا 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 شو هالشعب الناعم الظريف شلونك عمو شو اخبارك اهلا بالمسؤول اهلا ناقصك شيء كحله حمراء لا يا سيدي كل الامور تمام لا كله تمام كله تمام الحمد لله اهلا اهلا وسهلا صوره هون صوره بالعك صوره شلونك شو اخبارك ما شاء الله ما شاء الله معلم ايه يلا معلم ايوه خلصنا تصوير
خلصنا التصوير؟ نعم معلم. سيدي أنا ما سلمت عليه. خلصوا لك. شو هالشعب الجلق هذا؟ أهلا وسهلا بالمسؤول. يا مرحبا بالمسؤول. أهلا وسهلا بالمسؤول. شو 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 مسؤول يحكي؟ بده يحكي المسؤول. مختار لازم ترحب بالمسؤول أنت لأنك أنت مسؤول مثله. مش هاي. لك خلاص أنا بوقف هذا. أهلا وسهلا بكم. شرفتونا في هذه الضيعة المتواضعة. كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله ما تعذبتوا من المطبات على الطريق وحفر الجوار لأنه بتعرفوا ضيعتنا مو مزفتة. ينعلموكن. مثل ما وصيتي سيادة المسؤول أنا ما بحكي ولا كلمة بالضيعة. مثل ما قلت لي ما أحكي. غلطان غلطان بالكتابة أنا. أنت تركي ولا؟ مين؟ أنت تركي؟ لا مو تركي أنا. لكن لا. ليش عم يدبل جو؟ روح. مو وصوتنا ما نحكي. روح عفونك. عم يحكي له المختار مشان الطلبات تبعتنا. أولاً أولاً أيها الجمع الكريم، أيها الشعب الغالي والعزيز، أتينا لكي نسمع مقترحاتكم، نسمع همومكم، نسمع طلباتكم. عاش عاش المسؤول. عاش عاش عاش. عاش عاش المسؤول. عاش عاش عاش. يسرني الآن أن أقبل الطلبات مكتوبة على قصاصات ورقية لضيق الوقت. شو أبوتك؟ هذا مسؤول هلا. شو ريحة الضيعة تبعنا؟ لا خوفي هي طلبات مشان المدرسة يا مختار. مشان الطلقات كمان. وصلوا الطلبات يا فؤاد؟ وصلوا معلم. سيدي طلبي هذا. سيدي أجيوك أجيوك مشان المي. المي هذا مشان المي بيتي. أيها الشعب الكريم، إننا في هذا اليوم، إنه يوم تاريخي يدل على التحام المسؤول مع الشعب، لأننا نحن المسؤولين من الشعب وإلى الشعب. عاش عاش عاش. عاش عاش الشعب. عاش عاش عاش. عاش عاش المسؤول. عاش عاش عاش. عاش عاش المسؤول. عاش عاش عاش. خلينا ناكل يا رب. انا واسف بس خربطت. ومن بعد اليوم، من بعد اليوم، اي مواطن كبير او صغير وحتى مقمط بالسرير سيكون مبسوط ومرتاح. أجيبونا سيارات سيدنا. وإننا دائما وأبدا إذ نقف مع الشعب ومن الشعب، لأننا ندرك بأننا في هذا التصرف إنما نقدم ما يجب أن يقدم، لأن الشعب هو مسؤولية والمسؤول هو خادم للشعب. إن هذه الظروف الراهنة والظروف ما قبل الراهنة والظروف القادمة يجب أن نكون على قد المسؤولية، لأننا في كل يوم إذ نحن نكبر سنة. الإنسان ما هو الإنسان؟ الإنسان هو إنسان فاني، هو مخلوق، هو حيوان، لكنه ناطق، لكنه يتعلم، لكنه يبتسم. إن الحيوانات لا تبتسم، الإنسان يبتسم، إنها ميزة. من أجل ذلك يجب على المواطن أينما كان أن يبتسم. لماذا؟ ليؤكد أنه إنسان، والإنسان هو خليقة الله. أما الظروف التي نمر بها سواء كان فيها جوع أو فيها عطش، إنها أمور فانية، أمور نستطيع كلنا بيد واحدة أن نتجاوزها. لذلك يجب على المواطن أن يدرك
أن كل أمر يحدث الآن لن يحدث فيما بعد، وإذا حدث فيما بعد لن يحدث فيما بعد وما فيما بعد. لماذا؟ لأن الإنسان هو من يخلق الظروف، ويجب أن تعرفوا جيدا إن السلطة ليست ميزة، السلطة مسؤولية. ماذا يعني؟ أن يجوع فرد، أن يعطش فرد أمام القضايا الكبيرة. على قدر ما نضحي نأكل ونشرب. لذلك في هذا اليوم، هذا اليوم التاريخي، أتمنى أن نكون كلنا يدا واحدة ضد كل الرياح التي تعصف بنا. فؤاد، مرني معلم. حبيلكم الطلبات المسؤول انه هو اراهن وحفظهم. طلباتنا كلها جاهزه. تعال عندي. خير معلم. شو هاد؟ عصير مصره؟ لا، المي اللي بنشربها هون بالضيعه. ليش هيك طعمتها؟ طعمتها لانه عم نجيبها من لبنان. مين المسؤول عن المي بهالضيعه؟ مسؤول عن المي هون. سياده المسؤول، هون المسؤول. قوم المسؤول عن المي، يروح بده اياك ان كان بده يعطيك مكافاه. هذا النمر الوردي مسؤول عن المي؟ شو اسمك ولك؟ جدعان يا سيدي. الان ليش هيك طعمه المي؟ سيدي لأنه المي أصلاً ما عم تجي، فمنيح أنه هيك طعمتها. خلاص لك فعلاً شعب ما بينعطى وش. شو المسؤول هذا؟ لو كسرت كاسي فوقه شلخ الطلبات وفل روحت الكوسة. شو يا مختار؟ هلا هذا المسطور، هذا المسؤول اللي ناطرينه من 20 سنة. الوعد لكم هيك طلبات هلا كل المسائل هيك. والله يا سعد ما بعرف. مختار يحكي؟ مختار عم تحكي انت؟ لك ايه بحكي، لك بحكي وصوتي عالي كمان. بس طمعني هذا المسؤول قال لي رح ساويك مختار، بس ما بدي اسمع صوتك بنوب وما بدي اياك تحكي. بس انا بحكي وبدي احكي. من هون ورايح لازم كلياتنا نحكي. فوضى هالدنيا فوضى، وهلأ بدي اطلع حكاية. هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي. فوضى هالدنيا فوضى، وهلأ بدي اطلع حكاية. هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي. أصغر لا أكبر بي عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ري بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لا أكبر بي. فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً وفلان بدنا نحكي بأعلى صوت الفوضى.